النهاردة هنعمل كشري أصفر مع بيض وصوص طماطم، هيعجبكم جدا. من الوصفات على قد ما هي بسيطة قوي، على قد ما هي طعمة جدا جدا، بالذات لو اتعمل كده مظبوط. طيب تعالوا مع بعض بقى. عندنا رز مغسول كويس قوي، رز قد العدس، عندنا عدس أحمر أهو خلاص، عندنا بيض. البيض دايما بيتعمل على قد الأفراد اللي هتاكل. عندنا طماطم مبشورة، بصل وبصل محمر. انا هنا جايبه توباسكو صوص، هوت صوص، اي حاجه بس تبقى فيها شطه شويه. مكعبات مرقه خضار، بصل وثوم، ليمون، خل، كزبره، بهارات وزبده. الاول هيتعمل بزيت وبعد كده هنحط الزبده، ماشي؟ طيب اول حاجه كده هحط كده الزيت معايا، الثوم المفروم، معاه البصل المبشور، وكل ما بيبقى البصل كتير كل ما بيدينا طعم احلى بكتير. خلاص يعني بصلتين كبار كده حلوين، يعني كل كوبايه، احنا هنا كوبايه رز مثلا وكوبايه عدس، فعايزين كده بصلتين. لو كوبايتين رز وكوبايتين عدس يبقى عايزين اربع بصلات، ماشي؟ فاحنا هنعمل هنا كوبايه وكوبايه، لو كوبايه ونص وكوبايه ونص مثلا هنعمل ثلاث بصلات، يعني البصل ناخد الكوبايه ببصلايه، خلاص؟ فاحنا اوريدي كده وكده هنعمل اكيد كوبايتين، كوبايه رز وكوبايه عدس، يبقى بصلتين. لو احنا اتنين مثلا في البيت وهنعمل نص كوبايه رز ونص كوبايه عدس يبقوا بصلايه. اهو ابتدي بقى احط الكزبرة مع مكعبات المرقة واقلب كده كويس قوي واسيب لحد ما البصلاية تدبل. هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هعمل البيض الفظيع ده اللي بالفلفل الاسود كده اهو، والملح. عايزة اقول لكم طعم قوي البيض المسلوق اللي بيبقى مزحلق ده كده. نقلب عقبال ما البصل يدبل، ممكن نفرم الثوم. نقلبه كده كويس قوي. نحط الثوم بس كده ايه على جنب. مع الكزبرة مع الزيت. ماشي، هبتدي هنا بقى احط العدس. هنحط كوباية وكوباية. نقلبه كده كويس قوي. اشيل البيض ده كده واحط على طول هنا الطماطم المبشورة. واسيبها تتسبك براحتها خالص مع مكعب المرقة.
نحط بقى البهارات، ملح وفلفل. بصوا انا هنا حطيت كوباية رز وكوباية عدس اهم. هحط معلقة زيت كمان مع ملح وفلفل اسود. فلفل اسود وملح. تتسبك بس اقوم حاطه على طول الخل والليمون. هنا بقى هنحط الميه قد ايه؟ هنحط كوبايتين ميه. خلاص اهو شايفين، نحط بقى كده الزبدة بس ونغطيه واحنا مهدين النار على الاخر. صوص الطماطم ابتدى يشكشك، هحط له معلقة الخل، نقطة الليمون، الصوص السبايسي بتاعنا معلقة، والبيض بقى اسيبه ايه يتسبك فيه شويه. ونقلبه. خلاص نسيبه كده نقلبه. بصوا بقى، بصوا عليها كمان عامله ازاي. انا حطيت في الفاصل 4 مكعبات زبده بالظبط. هنا انا عامله بصل محمر، بحط شويه منه جوه كده واقلب، ويتاكل سخن نار، انا بحبه كده قوي. شايفينه عامل ازاي؟ هنعمل ايه بقى؟ هحط كده البصل كده اهو بالطريقه دي. البصل المحمر ده بقطعه كده شرايح، وممكن اعفره بالدقيق وممكن لا، واعمله بالطريقه الجميله دي. نحطه كده. جميل. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.